أهلا بكم. تبلغ قيمة صناعة الأغذية في الولايات المتحدة حاليا نحو $1.5 تريليون بهدف أن تضمن للشعب الأمريكي أمنه الغذائي، ولكن وبسبب جائحة فيروس كورونا بدأت تظهر تهديدات خطيرة لهذا الأمن الغذائي. المزارع الأمريكية ما زالت غنية بالمنتجات، ولكن رفوف المحلات والبقالات أصبحت شبه خالية، والسبب هو الاضطراب المفاجئ في نظم النقل والتوزيع بعد إصابة الآلاف من عاملي شحن ونقل الأغذية بمختلف أنواعها بفيروس الكورونا. هذا الحقل يشمل 150 فدانا من المحاصيل، ولكننا لن نحصد ثلاثة أرباعه بسبب قلة الطلب. التخلص من الألبان والمنتجات الزراعية بعد أن انخفض الطلب عليها وارتفع سعر نقلها وخزنها أصبح السبيل الوحيد لخفض خسائر المزارعين بدلا من إطعام المستهلك أو المحتاج. فالعجز في نظم النقل وارتفاع كلفتها بسبب إغلاق المطاعم والفنادق والجامعات نتيجة للجائحة أدى إلى انخفاض هائل في الطلب. هذا بالنسبة للمنتجات الزراعية، ولكن ماذا عن صناعة اللحوم والدواجن بعد أن عصفت الجائحة خلال الشهرين الماضيين بآلاف العاملين في هذه الصناعة، مما أدى إلى قفل 22 معملا رئيسيا. على السلطات الصحية الفيدرالية والمحلية أن تحافظ على العاملين في معامل الأغذية واستمرار إنتاجها. شركة جي بي أس، وهي أكبر شركة عالمية للحوم والدواجن، قامت الآن بقفل جميع معاملها في الولايات المتحدة. أما شركة سميثفيلد فوت، وهي أكبر شركات اللحوم الأمريكية، فقد قامت هي الأخرى بغلق أكبر معاملها في منطقة سيو فولز بسبب إصابة مئات العاملين فيه بالفيروس، والمثل ينطبق على شركة تايسون الكبرى للحوم، مما دفع بالبلاد إلى حافة مواجهة نقص حاد في إمدادات اللحوم والدواجن. 20% من أراضي ولاية نيويورك هي أراض زراعية، ولتوفير المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق هذه الولاية وغيرها من الولايات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخصيص مساعدات للمزارعين بقيمة $19 مليار، وذلك للاستمرار في ضمان الأمن الغذائي للشعب الأمريكي. طلال الحاج، العربية، نيويورك. ويبقى معنا طلال الحاج من نيويورك. طلال، انطلاقا من تقريرك هذا يدفعنا للسؤال عن ما أهمية الأمن الغذائي ضمن الأمن الوطني والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. هو يكمن في صلب هذا الأمن الاستراتيجي والقومي لأي بلد في العالم. ناجين، الرجل الجائع أو سيء التغذية لا يمكنه القيام بواجبه، سواء كانت في القوات المسلحة أو مصانع الإنتاج أو في أي مجال حيوي آخر. صناعة الأغذية تبلغ أكثر من $1.5 تريليون، ولذا تبدو في واقع الأمر رزمة المساعدات العينية والمالية من الإدارة $19 مليار قليلة في نظر البعض، ولكنني على يقين إذا استمرت الأزمة واستمر غلق المعامل بسبب الإصابات ستحتاج الحكومة لتدخل الحكومة الفيدرالية إلى التدخل بقوة. فلا يمكن للمزارع أن يستمر بالذهاب يوميا للقيام بالعمل الشاق في الحقل فقط لكي يدمر الإنتاج أو يلقي بمنتجات الألبان في المجاري وبخسارات كبيرة. طيب طلال، ماذا عنك أنت كمستهلك، يعني شخص تجربتك العادية للذهاب للسوبر ماركت كمستهلك لشراء اللحوم مثلا؟ عشت في هذا البلد لسنين طويلة ولم أرى في حياتي طوابير بهذا الطول أمام البقالات أو محلات الكوسكو، وهي سوبر ماركت كبيرة للحوم والخضروات، وتحديد أيضا المستهلك بشراء قطعتين فقط من اللحوم أو من المستهلكات الغذائية الأخرى. هذا أمر لم نراه أبدا، وبكل تأكيد أنه يهدد الأمن الغذائي للمواطن. والسبب طبعا هو تحكم بضع شركات كبرى في منتجات اللحوم مثلا وفي منتجات الألبان، ويعني الستيك اللي بتأكليها في كاليفورنيا وأكلها أنا في نيويورك في غالب الأمر جاءت من شركة واحدة، ووقوع الآلاف من المرضى بين العاملين فيها
تتأثر هذه الشركات الكبرى وتغلق مصانعها ومعاملها، مما يؤدي إلى هذا النقص. يعني منظر معظم العمالة في المزارع وفي حصد المنتجات هم من الأجانب، من الفئات المهاجرة والفقيرة، وعندما يصاب أحدهم بسبب عيشهم في بيوت مزدحمة لا تتوفر لهم المستلزمات الصحية، تصاب العائلة والجيران بأكملهم والأصدقاء، ومعظم هؤلاء غير مسجلين ويخشون حتى الذهاب إلى المستشفى لأنهم يخشون القبض عليهم وترحيلهم. الوضع سيء في واقع الأمر، والدواعي قد تطول. إذا انخفضت نسبة، سيكون ذلك تهديدا للأمن القومي. إذا انخفضت فعلا كما تقول نسبة استهلاك اللحوم والمأكولات، ما الذي ارتفع الآن في الولايات المتحدة؟ الذي ارتفع هو نسبة استهلاك الكحول. التجارة الوحيدة الناجحة في هذا البلد الآن هي بيع الكحول، وخاصة بسبب بقاء الناس في المنازل في بيوتهم. وكذلك ازدادت أسعار أسهم شركة نتفليكس وشركات التلفزيونية الخاصة، وكذلك ازداد للأسف الشديد العنف المنزلي بنسبة 30%. أصبحت هناك شجارات وهناك اعتداء على الزوج أو الزوجة من قبل القرين الآخر. هذا كله زاد، والأمر في يعني ما زال يزداد سوءا، ولا بد من إيجاد لقاح أو علاج فعال لهذا الداء لكي تعود الأمور لطبيعتها. شكرا جزيلا لك من نيويورك مراسل عربية طلال الحاج.